المد للياء وهذا شقيق الأزهر القصر. نحن تعاون سويا وهو يأتي قبل ليطيب في صوتي مثل كلمة نشيط لذيذ. أنا المد بالواو وهو شقيق الأزهر الضمة. نحن نتعاون سويا وهو يأتي قبل ليطيب في صوتي مثل كلمة طيور. سوف أقوم باستخراج كلمة بها مد بالألف من هذا السطور. اقرأي. بها يوجد بها مد بالألف. أحسنتي. أحسنتي. سوف أقوم باستخراج كلمة من هذا الصندوق. اقرأي الكلمة. طويل. يوجد بها مد. الياء. أحسنتي. سوف أقوم باستخراج كلمة من هذا الصندوق بها مد. الشارع. يوجد بها مد. نعم. الألف. أحسنتي. اقرأي الكلمة. فنان. يوجد بها مد. الألف. أحسنتي.